السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي النهاردة أقدم لكم حاجة خفيفة قوي، بالنسبة للناس كتير بتبقى صعبة إنهم مبيعرفوش يسووها. حلبة مغات، وحلوة قوي للحوامل، وحلوة قوي اللي عندهم الدورة الشهرية. مع 4 معالق حلبة على 3 معالق سمنة على 3 معالق سمسم، أو ممكن أقل أو ممكن زيادة زي ما أنت عايزة، أو نص كوباية سكر ببدأ بيها، بس بحمر السمسم الاول اهو. جبت السمنه احطها اهي والسمسم، طبعا السمسم ده حبه كتار، طبعا انا اشيل حبه عشان ازين بيهم من فوق. في ناس بتحط لها مكسرات، بس انا ما بحطلهاش مكسرات، بحبها بالسمسم بس ساده، ولا زبيب ولا مكسرات. احمر السمسم شويه على النار اهو، هتحمر شوية، هو لونه أبيض، حمر شوية وهو بعد ما السمسم اتحمر. أنا بحبه محمر قوي يا جماعة، بيبقى حلو قوي. هضيف له الحلبة، هفضل أقلب فيها لحد ما تحمر كده. السمنة قليلة شوية، حط معلقة سمنة تاني، اهي بتبقى حلوه سمنتها على فكره جدا اهي. لازم اقلبها كويس، اعلي عليها النار شويه. مش معنى انها لونها بقى كده بقت تستوي، لا، لازم تحمر شويه. هتعرفي منين انها اتحمرت ما اتحرقتش؟ هتعرفي من الجناب دي، الجناب دي هي صفرة، الجناب دي بتغمق شويه. ثواني تقلب كده، مش بتاخد وقت يعني. ورجعت لكم اهي بعد ما استوت اهي. بص لونها يا جماعه مش محروق، ما تحرقوهاش طبعا، النار تبقى واطيه عليها. واهو من الجنب ده اهو ابتدى اللون بتاعها يغمق، لما تغمق تبقى اللون ده بالظبط. شايفين لونها؟ لونها حلو وجميل، ما تخلوهاش فاتحه عشان تصبوا عليها الميه. احط لها، هبدا بكوبايتين ميه عشان هي بتتقل يا جماعه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه ميه، كوباية مية كمان بس. بعد كده أول ما تحس إنها بتتقل، وبعدين السكر، السكر بعديها على طول، ولما تحس إنها بتتقل تقومي مزوداها مية. ثواني أحط السكر. حوالي كوباية سكر، نص كوباية سكر، وبعدين أنت تدوقيها بقى على حسب ما بتحبيها، مسكرة دلعة. وهتغلي غلوتين وهيبان تقلها. بالنسبه ل4 معالق اهي، هتقلي ال4 كوبايات وال4 معالق حلبه، هتقلي اهي بقت حلوه، بس لازم نزودها ميه تاني اهي، تقيله قوي لسه، على حسب برضو ما بتحبيها تقيله او خفيفه. دي ده على ذوقك انت اهو، انا بحبها كده بالطريقه دي اهي. برضو هتتقل، هتغلي غلوه وهتتقل تاني. والسكر حطاه من بره يعني، انت ممكن تحطيه بزياده، تحطي قليل، انت حره. دلوقتي هقدمها لكم في كوبايه بعد ما تغلي، هي كده خلاص. واهي بعد ما صبيتها في كوبايه اهي، شكلها اهو اهي، والسمسم عليها من فوق. وعلى فكره يا جماعه اهي تقيله جدا اهي، مش جدا جدا يعني، بس هي حلوه كده ومغذيه جدا ومفيده جدا للعظم، لكل يعني للصغير وللكبير، لكل الاعمار. وهي قدامكم بالهنا والشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.